معنا مداخلة هاتفية هامة جدا الآن عن تفاصيل البطولة العربية للأندية. كنا من كام يوم قلنا لكم بعض التفاصيل، بس زي ما بيقولوا كده إيه، الكلام من المصدر أحسن وأفضل وأصدق، وفي تفاصيل أكتر. معانا عبر الهاتف الآن الفريق جبريل الرجوب، عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم. يا فندم مساء الخير، مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. مساء الخير لك ولكل الشعب المصري، وكل التحية والمحبة للأسرة الرياضية المصرية. أشكرك يا فندم، يسعدنا دايما تواجدك معنا. تفاصيل ما يخص البطولة العربية، أنباء إعلامية كثيرة عن البطولة العربية واشتراكات الأندية فيها، الأفضل طبعا أن احنا نسمع من حضرتك. يعني اولا المزاج الرياضي العربي بعد نجاح قطر في استضافة كأس العالم وما واكب ذلك من ارتدادات إيجابية على الاتحاد العربي وعلى الاتحادات الوطنية في الدول العربية كلها، هناك همة جديدة عند إخواننا السعوديين في محاولة لتوفير كل أسباب القدرة للاتحاد العربي للقيام بأداء رسالته بمنظور شامل وبمنظور عربي لخدمة الرياضة العربية. وكأس الأندية العربية اللي راح يكون في الاجتماع في الأسبوع الأول من شهر 3 وحيكون في هناك قرعة، هاي البطولة راح تنطلق أو راح يشارك فيها 37 نادي، وهي راح تقام على 3 مراحل. المرحلة الأولى اللي هي راح يشارك فيها 4 دول، جيبوتي وجزر القمر والصومال واليمن، وراح يلعبوا على لفرز من واحد من الأربعة. ويا سيد العزيز، فيما بعد طبعا الاتفاق انه يكون في هناك 11 نادي من آسيا و7 أندية من أفريقيا و5 أندية مشاركة، وهاي الأندية بالتأكيد اللجنة المنظمة اللي بدها تختارهم. والمباريات بدها تكون بطريقة الذهاب والإياب، حيكون في عنا 24 نادي بده يكون 12 و12 بدهم طبعا فيما بعد يضاف في النهائي 6 أندية تتأهل من الدور الثاني، ويضاف إلى 4 أندية بالتأهل المباشر، و6 أندية حسب تصنيف الفيفا عام 22. وهون بصير في عندنا 16 نادي بتتوزع الى 4 مجموعات، الاول والثاني، وبنروح على المرحلة اللي تالي بتكون بخرج المغلوب، وبعدين بكون بنروح على اخر المرحلة اللي هي الاربعة، ومن ثم يقام الربع النهائي ونصف النهائي بطريقة خروج المغلوب. هذا يا سيدي البرنامج اللي راح يكون. عظيم جدا. ماذا عن الجوائز المالية يا فندم؟ نعم، الجوائز المالية، ماذا عن الجوائز المالية؟ الجوائز المالية ست يا سيدي حتى الآن للنحو التالي. اللي بفوز بالمركز الأول بأخذ 6 مليون دولار، والمركز الثاني بأخذ 2.5 مليون دولار، وكل نادي بخرج من النصف النهائي بأخذ 200 ألف، وكل نهائي بأخذ 150 ألف، وكل نادي بخرج من دور المجموعات نهائي بأخذ 100 ألف. طبعا اللي راح يشاركوا في الدور الأول بأخذوا 20 ألف، والدور الأول والثاني بيحصل الأندية بتحصل المستضيفة على مداخيل تذاكر المباراة، والمجموعات بيحصل كل نادي على 20 ألف دولار بدل سفر. عظيم جدا. احنا من مصر مفهوم ان الزمالك هيشارك في البطولة صفته بطل الدوري المصري،
هل بالفعل تم ارسال دعوه رسميه للنادي الاهلي للمشاركه في هذه البطوله؟ يا سيدي حتى الان لم يرسل دعوات لاهل الانديه، وطبعا هو بطل الدوري بكل الدول العربيه ما عدا الدول الاربعه، بالتاكيد بده يكون في هناك عدد من الانديه واللي راح تختارهم اللجنه المنظمه، بحيث انه يعني بعض الفرق اللي لها شعبيه وحضورها والى اخره، اكيد يعني الزمالك بكون، بس في حيكون اهلي او ربما نادي واللي راح تختاره اللجنه المنظمه، لانه يعني النكهه المصريه بدون الزمالك والاهلي اعتقد بتضل شويه منقوصه. مفهوم. طيب، من الحاجات اللي اتقالت في الوسائل الاعلام العربيه خلال الايام الماضيه انه الاتحاد العربي بيدرس مخاطبه الفيفا انه يكون بطل البطوله العربيه عام 2025 مشارك في كاس العالم للانديه، هل هذا الحديث صحيح؟ يعني هذه رغبه صادقه عند في الاتحاد العربي، وكما قلت بانه البيئه الرياضيه اليوم وانفتاح رئيس الفيفا على المجموعه العربيه، واعتقد انه كمان في هناك قامات عربيه وعلى راسها الكابتن هاني ابو ريدا والامير عبد العزيز، واضيف لهم ايضا الشيخ حمد وياسر مسحال بالاضافه الى الشيخ سلمان، وهؤلاء يحملوا الهم العربي في الفيفا، ونعتقد بأنه إمكانية مشاركة البطل في كأس أندية العالم يعني فيها عدالة وتحقيقها متوقع إن شاء الله. فريق جبريل رجوب عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وكل هذه المعلومات القيمة، ونتمنى لحضرتك والاتحاد العربي التوفيق في تنظيم هذه البطولة اللي هتجمع إن شاء الله أفضل الأندية العربية، تبقى منافسة عظيمة جدا بإذن الله.